معنى آية وأن تستقسموا بالأزلام؟ اشتملت سورة المائدة على موضوعات عدة، منها المسائل العقيدة الصحيحة وتنظيم علاقة المسلمين مع غيرهم وبيان الأحكام الشرعية. لذلك يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على معاني آيات سورة المائدة، وخاصة معنى آية وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق وما ترشد إليه من فوائد عظيمة. إن معنى آية وأن تستقسموا بالأزلام أي أن تستعينوا في طلبكم على ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام، والأزلام هي القداح التي كان أهل الجاهلية يكتبون على أحدها أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي، وضعونها في وعاء ويحركونها ثم يخرجون أحدها، فإن كان الأمر مضى لما يسعى إليه، وإن كان النهي فكف عما يسعى إليه. قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام: الكلام معطوف على ما قبله، والمصدر المؤول في محل رفع معطوف، أي وحرم الله عليكم الاستقسام، والأزلام قداح ميسر، مفردها الزلم والزلم، وقوله ذلكم فسق، أي الاستقسام بالأزلام فسق، والفسق هو الخروج من الحلال إلى الحرام. قال الشيخ محمد الحسن الدو الشنقيطي: كان من عادة أهل الجاهلية الاستقسام بالأزلام، أي يطلبون حاجتهم وقسمتهم باعتمادهم وتوكلهم على هذه السهام، وقد كتبوا على بعضها الأمر بالفعل وعلى الآخر النهي عن الفعل، والثالث فارغا، ويضعونها في وعاء، وتكون هذه السهام عند صاحب حرفة أو مهنة، أي ليس كل واحد منهم يقوم بهذا العمل، فمن عزم منهم على عمل ما كالسفر أو الزواج أو التجارة يأتي إلى من يقوم بمهنة الاستقسام بالأزلام ويعرض عليه حاجته، ثم يقوم ذلك الرجل برمي السهام قائلين ببركة الله فلان وهو صنم أو ما شبه ذلك، وعندما يقع السهم يقرؤون ما ظهر منه من كتابة، فإن كان الأمر تابعوا العمل الذي عزموا على القيام به، وإن كان النهي تركوه ولم يقوموا به. وهذه الأمور من الأعمال التنبؤ بالغيب والطيرة هي من أعمال الجاهلية ومحرمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الله تعالى في كتابه بأنها فسق، والفسق كفر دون كفر، وهي تشبه اليوم المنجمين والعرافين وضرب التراب والرمل، ومن يعمل به فإنه يبطل بعض عباداته وترد شهادته ويفسق به.